حياكم الله في حلقة جديدة من المدرسة اليوم. طبعا حلقتنا اليوم مخصصة عن دوري الكرة الممتاز الجولة 17، وأيضا هناك فقرات البرنامج الثابتة. طبعا أرحب بضيفي الكريم سيد بسام رؤوف محلل المدرسة اليوم، أهلا بك كابتن. مساء الخير عليك أستاذ مصطفى وعلى جميع متابعي قناة المدى. أهلا بك. طبعا بداية حلقتنا بعد الفاصل. أهلا بكم، البداية صورة وخبر. مجلس الوزراء يخصص مبلغ 10 مليارات دينار لتسديد ديون الشركة التركية المنفذة لملعب كربلاء الأولمبي سعة 30,000 متفرج. اللجنة الأولمبية تنظم يوم الأحد المقبل اجتماعا مع اتحاد الكرة وممثلي أندية النخبة لوضع آلية ناجحة لإقامة المسابقة وإنهائها. لجنة الاتحاد العراقي لإعداد القادة الرياضية تنظم ورشة عمل داعمة لبرنامج أمن الملاعب. لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تغير مواعيد 3 مباريات في إطار المجموعة الثانية للدور الممتاز لأمور إدارية على حد وصفها. مدرب كرة أربيل ثائر أحمد يؤكد أن الحكم علي صباح حرمهم من التأهل إلى دور النخبة بسبب قراراته الخاطئة. أمين سر نادي أمانة بغداد محمد فرحان يوضح أن جميع لاعبي فريقهم الكروي يدركون أهمية المباراة الأخيرة أمام زاخو. منتخب الكرة الشاطئية للرجال يبدأ الأربعاء معسكرا تدريبيا في بابل تحضيرا للبطولات المقبلة. أخيرا لاعبان يمثلان العراق ببطولتين دوليتين في قطر للأسكواش تقامان منتصف الشهر الجاري. أهلا بكم من جديد. طبعا أولى المتابعات هو لدوري كرة السلة المربع الذهبي. طبعا النفط حقق فوزا مهما على فريق الميناء، نتابع. احنا بدايتنا كانت متاخره لان احنا ولا عدم معسكر تدريبي كان خارج العراق، ما صار، بدينا متاخرين، اللاعب المعترف اجانا متاخر، بعدين استقر فريقنا في المرحله الثانيه واني سبق وان قلت فريقنا يعني دا يمشي بالخط البياني الصحيح، والحمد لله والشكر فريقنا بدا وادى وغلبنا قبل الشرطه وغلبنا الكهرباء واليوم الميناء، وان شاء الله بعد بكره مع الكرخ راح يكون فريقنا بعد افضل ويقدم افضل عروضه ان شاء الله. اليوم سوء تحكيم، يعني تحكيم شبت انت مثل ما شبت، يعني حالات خطا بالتحكيم يعني مبين واضح. بسبب التحكيم وقوه النفط؟ نقول بسبب التحكيم، بس الاخطاء بالتحكيميه طبعا تاثر على سير المباراه، وان شاء الله ما نريد هاي الاخطاء ان شاء الله تتكرر. أهلا بكم. طبعا عن اجتماع اتحاد الكرة بممثلي الأندية المتأهلة لدوري النخبة، السيد علي جبار النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة خاص المدى استوديوم بهذا التصريح. دور النخبة راح يكون على قديم ملعب الشعب، مجموعة واحدة، دوري لمرحلة واحدة. هذا الموضوع يمكن فاتحنا به أو كلمنا وزارة الشباب، وزارة الشباب يعني أجابتنا أنه الملعب الشعب راح يكون على أتم جاهزية في منتصف هذا الشهر، في منتصف آذار، ودور النخبة راح يبدأ في 2/4، وراح يكون يوم الأحد القادم اجتماع للثمان أندية اللي تأهلت لدور النخبة الساعة 1 يوم الأحد في مقر اللجنة الأولمبية، وبالتالي يجب أن الكل تتعاون، يجب أن تضافر الجهود، يجب أن نحل أزمة المنتخب الأولمبي. على مجموعتين لو مجموعة واحدة؟ لا، مجموعة واحدة لمرحلة واحدة على قديم ملعب الشعب. أهلا بكم من جديد. طبعا نتائج الجولة 17 لدوري الكرة الممتاز المجموعة الأولى والثانية في تقرير محمد الخطاجي. شمع أحمر وضعه فريق الطلبة على باب التأهل إلى دور النخبة بفوزه على السماوة بهدفين نظيفين أنهى من خلاله على طموحات الفرق المنافسة لتكتمل أضلاع المربع الذهبي للمجموعة الأولى بوصول فرق الزوراء ونفط الوسط والطلبة والنفط إلى دور النخبة.
المجموعة الثانية شهدت متغيرات عدة بعد الجولة الثامنة، أهمها خروج أربيل والنجف رسميا من دائرة المنافسة على البطاقات الأربع المؤهلة إلى النخبة، إذ خسر أبناء القلعة الصفراء أمام زاخو في مباراة دراماتيكية بركلة جزاء لاقت اعتراضات كثيرة من بعض المتابعين للشأن الكروي. أما أمانة بغداد فقد أجهز على طموحات غزلان البادية بهدفين نظيفين ليعلن إسود العاصمة بقاءهما على خط التنافس حتى الرمق الأخير. فوز الشرطة على ضيفه كربلاء أنعش آمال القيثارة الخضراء بعد أن مني بهزيمة في الجولة السابقة أمام الميناء ليشعل المنافسة على البطاقتين المتبقيتين، إذ ستكون الجولة الأخيرة المحك الحقيقي لفرق زاخو وأمانة بغداد والشرطة، فلقاء أبناء الخابور بأسود العاصمة سيميط اللثام عن الفرق التي سترافق قوة الجوية والميناء إلى دور الكبار. لبرنامج المدى ستاديوم، محمد الخفاجي. أهلا بكم كابتن. طبعا نبدأ بنتائج المجموعة الأولى وأولى المباريات، الطلبة والسماوة يمكن أهم مباراة بالمجموعة الأولى. الطلبة حقق فوز مهم جدا على فريق السماوة بهدفين للا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد بداية يعني أبدأ بأعزي الشعب العراقي وبصراحة عوائل الشهداء بالمجازر الأليمة اللي حدثت خلال اليومين الماضيين، لذلك نتمنى يعني الله سبحانه وتعالى يكفي العراقيين شر هذه المصائب اللي جاي يعني تكون متتالية عليه، وإن شاء الله تعالى كل تكون كل أيام العراقيين إن شاء الله خير خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى. الله يرحم الشهداء. الله يرحم الشهداء. طبعا أكيد مباراة الطلبة والسماوة كانت من أهم المباريات بصراحة في هذه المجموعة، اللي كان أكيد يعول فريق نفط ميسان بتعثر نادي الطلبة، وعلى أثر ربما تكون هنالك فرصة للصعود إلى المربع الذهبي. أنا أعتقد بأنه حسم المهمة نادي الطلبة بفوز، أنا أعتقد بأنه يعني كانت المباراة متعادلة أو متكافئة يعني شوط بشوط، الفريقين قدموا مستوى جيد، الطلبة يعني حسم المباراة نتيجة خبرة لاعبي وتعامله بواقعية خاصة الشوط الثاني. يعني احدى الكرات اللي هيئها بصوره جميله الكابتن يونس محمود، حضوره ما زال يمكن افضل مباريات انا شاهدتها بها خلال الموسم هذا، كان بهاي المباراه كان مرتاح نفسيا، القائد الجيد اللي يحاول دائما يسيطر على اعصابه، كان اثناء المباراه يتعرض الى يعني ربما احتكاك قوي لكنه كان متقبل لاوضاع الفريق يعني بشكل جيد، كان عامل فعلا اضافه هاي المباراه. عبد القادر طارق سجل هدف جميل ايضا وانحسمت بركله جزاء لمهدي كريم. انا اعتقد الفريق السماوه ادى من خلال الشوط الاول مباراه كبيره، يعني المهاجمين احمد ومهيمن سليم الله قدموا مستوى جيد جدا، لكن ما سعفتهم خبرتهم بالشوط الثاني، استنزفت قواهم، بالتالي خبره لاعبين نادي الطلبة هي حسمة المباراة. أنا أعتقد الطلبة حاليا يعني ضمن المربع الذهبي في المركز الثالث ومستحق، ونتمنى له طبعا الموفقية خلال هذه النخبة. كابتن ممكن يعني الطلبة ومباراة الطلبة والسماوة خضعت للفوارق الفنية من ناحية اللاعبين والمدرب؟ طبعا أكيد يعني هنالك فوارق واقعا، يعني الشوط الأول بصراحة هاي الفوارق ما كانت موجودة، يعني اللاعبين يعني قلت خبرتهم شباب، يعني ماكو قياسات واقعا، يعني اللاعبين كانوا أكثر مرونة، لاعبين شباب طموحين قدموا مستوى كان ممكن تكون مباراة تاريخية للفريق السماوة إذا ما كانت هنالك خبرة بالتعامل مع المباراة، يعني برغم المدرب مساعد أدى اللي عليه بشكل جيد، لكن هنالك أخطاء حصلت بالشوط الثاني، الفريق انفتح أكثر، يعني كان مبالغة خبرة كابتن أودي شو يعني مو يعني فقط هذا، إنما مبالغة في بناء الهجمات يعني على فريق الطلبة. أنت عندما يعني تضغط على فريق الطلبة في ساحته وتحاول يعني جاهدا تسجل أهداف، إذا ما سجل أهداف أكيد راح تعطي خلف المدافعين، يعني راح يطف فرص، لذلك هناك كانت أكثر من فرصة لنادي الطلبة استثمروها بصورة جيدة وبالتالي فازوا في المباراة، لكن لو كانت هنالك خبرة يملكوها لاعبين السماوة كان والمدرب كان يحتاج أيضا إلى خبرة التعامل مع المباراة خاصة الشوط الثاني، لكان ربما نتيجة على الأقل تطلع التعادل.
وكان لو كان التعادل ممكن نفوت ميسان يعني استفاد من هذه النتيجه؟ لا ما استفاد ايضا، كان هي حظوظ فريق الطلبه كانت خساره الطلبه فقط هي كانت الممكن تحفز فريق. نعم. لانه نفوت ميسان يعني بالتسلسل فاز على اعتقد يعني نفط ميسان فاز على الكرخ 1-0 يعني لذلك قفز هو نفط ميسان الى النقطه 23، وفي حاله تعثر يعني كان الطلبه لربما كان عنده حظوظ يعني في المباراه. نعم. المتبقيه. نعم. لكن انحسمت حتى لو فاز في المباراه القادمه نفط ميسان امام نفط الجنوب ما راح يكون 26 وبالتالي ما راح يكون في المربع الذهبي. طيب نعم. مباراة النفط ونفط الوسط المركز الثاني والثالث، في وقتها كان النفط في المركز الثالث. طبعا المباراة كانت يعني المباراة ما كانت مهمة بصراحة لكلا الفريقين، لأن الفريقين متأهلين، كان يعني كانت النتيجة طبعا هي نفس النتيجة للمرحلة الأولى يعني التعادل صفر صفر. كانت هنالك ندية ومباراة جيدة بصراحة، كان تنويع في الأداء بكل الفريقين، زجوا بعناصر جديدة أيضا يعني استخدموا كل الأوراق الفريقين. أنا أعتقد يعني وكان نفط الوسط نوعا ما يعني الشوط الأول إلى شوية نوع من الأفضلية، لكن المباراة كانت متعادلة في كل النواحي لكل الفريقين، لذلك التعادل كان أعتقد كان إيجابي لكل الفريقين وكل الفريقين تأهلوا، لذلك أصبحت الأوراق يعني واضحة وعناصر القوة والضعف الفريقين أيضا واضحة. يمكن سابقا تكلمنا عن فريق نفط الوسط والنفط. نعم. يعني هنالك عناصر مهمة بفريق نفط الوسط، يعني مصطفى كريم تكلمنا أيضا كرار جاسم وهنالك طبعا استقرار أيضا من ناحية الدفاعية بشكل جيد، مدرب جيد. يعني مدرب جيد، بطولة الاتحاد الآسيوي أيضا فاز الفريق، لذلك أنا أعتقد أكو دفعة معنوية يعني المفروض أنه نفط الوسط يظهر بشكل بالدرجة أفضل. الأولى سبب نجاح فريق نفط الوسط أنا أعتقد إدارته، وهذا الموسم أعتقد أيضا سبب نجاح نادي النفط أيضا إدارته. الفريقين جاي يؤدون من ناحية إدارية بشكل ممتاز، هي أو كل ظروف النجاح تعاملوا مصداقية مع لاعبيهم، عرفوا وش محتاجين، لذلك أنا أعتقد الفريقين يستحقون يكونون ضمن المربع الذهبي وتطور مستوى الأداء. طبعا واكيد ايضا احنا نقول مدربين الفريقين قدموا مستوى مع جهازهم الفني. طيب بس الفرق يمكن بين النفط الوسط والنفط انه فريق النفط يعتمد على لاعبين الشباب بدون لاعب دولي ولا لاعب محترف، وعكس فريق نفط الوسط يمتلك لاعبين يعني دوليين يعني بحجم كرار ومصطفى يعني يملكون عناصر من الخبره بصراحه، نقول احنا مزيج من الخبره ومن. نعم. الشباب، لذلك هم حتى الادوات الخيارات اللي موجوده عندهم متاحه كلها ممتازه. فريق انسجم يعني أمجد وليد يعني من اللاعبين المميزين دائما ما يظهر بمستوى جيد، أيضا استعانوا بالظهير يعني محمد نومي كان يلعب ظهير يسار حاليا قلب دفاع أيضا مستوى جيد وجاي يتقدم وجاي يستقر أيضا مع هو كان الفريق نفسه السابق هو نفط الوسط وعاد إلى من الشرطة، استعاد وضع الطبيعي. طبعا من الصعب جدا بأنه لاعب خلال الموسم ما يقدم شيء وما يلعب شيء وبعدين يرجع من جديد يعني بقوة، لذلك أنا أعتقد بأنه هاي معناتها المدرب يعرف قابليات اللاعبين واستطاع بأنه يعيد قوة استخدام هكذا نوعية من اللاعبين للفريق ونفسية المرتاحة للتهيئة النفسية الجيدة، لذلك أنا أعتقد نفط الوسط راح أيضا قادم هذا الموسم بقوة نحو المنافسة. جيد كابتن مباراة الكهرباء ونفط الجنوب اللي فاز به الكهرباء 1-0، يعني يمكن هاي المباراة هنالك يعني عوامل كثيرة حصلت في هذه المباراة، لكن نتكلم عن بعض النقاط اللي نحب نركز عليها. الشوط الثاني كانت هنالك فرص كثيرة بصراحة الكهرباء، الكهرباء فريق يعني حافزة كان الفوز وبين أرضه يعني هو متطبع على المكان. بنفس الوقت من ناحية الهجومية الفريق الكهرباء دائما كان جيد، من ناحية الهجومية فريق الكهرباء يعني يملك كرار يعني اللي بدله، عنده أماندي لاعب الارتكاز، عند يعني الوسط عنده لاعبين بصراحة مميزين. الفريق الكهرباء يمكن مر بفترة يعني بعض نقول احنا الانتكاسات نوعا ما، اي لكن هو فريق شاب مستوى الدعم اكيد يعني ليس كبير، لكن عندهم عناصر جيدة الفريق حاول الإدارة يعني التعامل بصورة واقعية، البقاء في الدوري يعني اعتمدوا على مساعد المدرب وبالتالي أعتقد حققوا غايتهم بالبقاء في هذا الدور.
أما بالنسبة لنفط الجنوب يعني أعتقد فريق مر بمتاعب هذا الموسم يعني نتيجة ظروف غير طبيعية، يعني المدرب حاول جاهدا بأنه يعني يجد الاستقرار، هو الخيارات ما كانت إله يعني واقعا حاول يعني بعض المباريات كان اللاعبين الموجودين اي نعم هو بعض المباريات ادى بشكل جيد، بعض الاحيان يعني حالف سوء الحظ، هنالك اصابات كثيره، ما عنده لاعبين على مستوى رغم هنالك لاعبين محترفين البعض من عندهم، لكن احنا هم اعتمدوا يعني على علي عوده اكثر شيء بتسجيل الاهداف كمهاجم، باقي العناصر اكثرهم لاعبين وسط ولاعبين يعني ربما عندك ثلاث لاعبين كظهير يسار لكن ما عندك جناح مثلا او جناحين يكونوا مميزين، عندهم بعض المشاكل بقلبي الدفاع، الفريق يمكن كان بأسوأ حالاته هاي المباراة، يعني تقريبا الفريق امن بانه ما راح ينزل الى الدرجة الاولى، لذلك في هالمباراة كان مستوى طموح يعني مو عالي جدا، بالاضافة طريقة تعامله يعني كان المفروض اكثر يعني يحترم فريق الكهرباء نعم. في هذه المباراة اكو بعض النقاط اتصور هنالك بعض المستحقات الماليه يعني ربما يعني يجب ان الاداره تراعيها من اللاعبين اعتقد هاي يمكن سمعوها قبل هذا اثرت نوعا ما على نفسيه اللاعبين ما كانوا بوضعهم نهائيا بينما كان بافضل حالات نادي الكهرباء، لذلك كانت المباراه طبيعيه يفوز بها الكهرباء، اتمنى طبعا اكيد الموسم القادم كل فريقين الموفقيه، واكيد هم شافوا وشاهدوا شنو الخلل الموجود عندهم، واتمنى بانه فعلا يعني كان ظهورهم يعني مشرف هذا الموسم لكل انا اعتقد يعني رغم هذا لكن كان ظهورهم مشرف ونتمنى لهم كل موفقيه. مباراه نفط ميسان والكرخ فاز بها نفط ميسان ثلاث نقاط مهمه في المركز الخامس مع الكابتن احمد دحام، بتتوقع كابتن احمد دحام حقق الشيء المطلوب منه في مع نفط ميسان؟ يمكن ذاك الاسبوع تكلمنا عن نفط ميسان وما زلنا يعني نشيد بصراحه باحمد دحام وطريقه تعامله مع عناصره يعني من اللاعبين المحترفين ما متوفر عند من اللاعبين يعني عنده لاعبين محترفين جيدين وعنده يعني طعم الفريق بعناصر وعرف شلون يستفاد من كل مباراة، يعني انا اعتقد مدرب هذه المرحله اذا ما ردنا نصوت نقول مدرب هذه المرحله بتميز هو احمد دحام واقعا، يعني نكون منصفين قدم مباراه كبيره امام فرق كبيره وكان ند قوي حصل على نقاط يعني كثيرة وكان أيضا حافز عنده بأنه يصل المربع الذهبي، لذلك أنا أعتقد يعني مدرب مميز جدا هذا الموسم، نتمنى فعلا نلقى حضوره في الموسم القادم مع نفط ميسان يعني مع نفط ميسان على أقل تقدير، يعني مع إذا أنا أتمنى بأنه يحتفظ بنفط ميسان وهذا طبعا شيء طبيعي حتى يبني الفريق يعرف أنه الإخفاق اللي صار عنده بالموسم الماضي ممكن يشتغل عليه بالموسم الجديد طبعا هو تأقلم خاصة مع نفط ميسان سابقا وعمل مع أندية الوسط، ولذلك أنا أعتقد يعرف نوعية اللاعبين حتى اختيارات اللاعبين وطرقة اللعب والتعامل مع أصبح مدرب خبرة ومدرب فعلا مشروع مدرب ممتاز في الدوري العراقي. طبعا الزوراء اللي الى الان هو متصدر المجموعه لكنه ما لعب بهذه الجوله و نعم. 36 نقطه رغم تعادل نفط الوسط مع النفط ما زال الزوراء في الصداره، لكنه يمكن اليوم عنده ازمه ماليه ممكن تاثر عليه بمرحله دوري النخبه وهذا الشيء صعب مع الزوراء. طبعا ذاك الاسبوع يعني يمكن كانت لك محادثه مع الكابتن مكالمه مع الكابتن باسم نعم قاسم نعم باسم قاسم ووضح لك كثير من النقاط المستجدات اللي حصلت بانه السيد وسيم الشباب والرياضه يعني مشكور بانه حاول يوافق بين كل الاطراف ويساعد عامل مساعد في حل حاله الازمه ما بين النادي والوزاره، وانا اعتقد هنالك تخصيص كان من وزير النقل بمليار لكن تعثر الإجراءات الروتينية وربما الضوابط أخرت، أنا أعتقد بأنه الأزمة إن شاء الله خلال الأيام القادمة محلولة والفريق يعود الوضع الطبيعي وتدريبات طبيعية، ونتمنى له أيضا يكون منافس قوي على لقب الدوري وأيضا الكأس، وراح نعرف تفاصيل الأزمة طبعا عن استطلاع جراء مراسلنا مع الكابتن باسم قاسم اللي خاص المدى استاديوم بهذا الحديث. اللاعب يجب ان يكون بحاله معنويه جيده، يعني اليوم انا من اريد ادخل دوري النخبه حتى اقدر اكون قادر على تحقيق لقب الدوري علي ان احاول اسوه بالفرق الاخرى ان احصل على معسكر،
حتى صحح اخطاء. انا اليوم المفروض الفريق من يفوز لازم كراميته مباشره تجي بعد الفوز، يعني ما تتاخر 9 مباريات مثل ما احنا الان مو مشكله ممكن نتحم، بس انت بالنخبه، انا اتكلم كلام واقعي، بالنخبه لازم هاي الامور، لاعب توفر له معسكر تعطيه حقه او وتعطيه كراميته، حتى هاي الامور المعنويه انا اتحمل المسؤوليه، هاي الامور المعنويه مكمله، اكون انا بنفس مقومات الفرق الاخرى اتحمل المسؤوليه كامله، هاي ما موجوده بلاها، ماكو فلوس، ماكو معسكر، ماكو كراميه، ماكو قصيد، على عيني نتحمل ان ندافع على فريق الزوراء واسم الزوراء وتاريخ الزوراء في ظل هذه الظروف، لكن هذا الموضوع يجب ان يعلن للراي العام حتى الناس تدرك انه احنا امكانياتنا امكانيات الفرق الاخرى، وحتى رغم هاي الظروف نكافح ونجتهد من اجل الحصول على لقب الدوري، لكن علينا لا نبقى فقط احنا بالواجهه واحنا بالمذ تمام بكلها بعد لا هذا الحل ولا هذا الحل، اعتقد يعني هذا اللي ما نتمنى الامور تصير بهذه الطريقه. ممكن شنو اكثر شيء توصلوا له؟ والله احنا يعني قلت لك يعني انا اعتقد المنطقي احنا ما رايدين اي شيء، ما رايدين اي شيء، اما ما لازم حتى حقنا ما لازم، اذا ما توصلنا انه وتدروا لحد الان هي مجرد وعود، وتدري يعني الوعود يعني اشبه بالاوبر المهدئ. اهلا بكم من جديد كابتن. يمكن لا ما زال يعني من ذاك الاسبوع كابتن باسم قاسم نفس الحال ما زال يشكي وحقه يقول ممكن يعني تاثر يعني هي بصراحه اكيد تاثر، يعني هنالك مستحقات وانت الجمهور طبعا عندما يطالب بالنتائج وتحقق النتائج هذا شيء ايجابي جدا، لذلك اتكلم عن مستحقات وهي مطلب طبيعي للاعب انه مكافاه بعد المباراه، راتبه، عقده يحصله، لانه هذا جزء بصراحه من تحفيز اللاعب أثناء التدريب وأثناء المباريات. أنا أعتقد بأنه إذا ما يعني إذا لا سمح الله المسألة تأخرت أكيد راح تلقي بظلالها على نفسية اللاعبين، وربما يعني تؤدي هاي الأمر إلى مشاكل يعني هي غير موجودة في الفريق. أنا أعتقد بأنه يجب تلاحق هاي الأزمة بأسرع وقت. طبعا كابتن هذه الازمه موجوده مع اغلب فرق الدوري الممتاز صحيح. وايضا منهم طبعا مدرب فريق كربلاء او فريق كربلاء اللي ان شاء الله راح يكون معي عبر الهاتف بعد قليل، سيد حيدر يحيى راح يتحدث لنا عن مشكله النادي ايضا هناك مشكله خانقه، مستحقات ماليه او ازمه ماليه، مجلس المحافظه والمحافظه، وهذا الموضوع اغلب يمكن فرق المحافظات المرتبطه بالمحافظه لا تعاني من نفس الموضوع والى الان هي المشكله قائمه. طيب اذا فريق متاهل شو راح يقدر يكمل؟ يعني لاعب يقول لك انا ما العب، انا عندي عقد وياك، انت جبتني قلت لي اعطيك هالقد. هو بعد هاي الفتره راح يصير توقف هسه حاليا، يعني بعد ما تنتهي تستقر الفرق على المربع الذهبي وتكون هنالك عامل الدوري النخبه، هنا راح يصير عندك معسكر تدريبي ربما واعداد جديد ومباريات تجريبيه، لذلك هنا لما يدخل اللاعب يجب ان يكون متهيئ بصراحه لدوري النخبه، وانا اعتقد يجب ان تكون المستحقات يعني يحصل عليها اللاعبين باسرع وقت، والا راح تكون ايضا مشاكل عالقه تاثر او تلقي بظلالها على اداء الفريق. طبعا اطلب من الزميل فراس المخرج عرض جدول لنتائج المجموعه الاولى وايضا موقف فرق المجموعه الاولى. هذا كابتن الطلبه 2-0 السماوه النفط، ونفط الوسط تعادل 0-0، ونفط ميسان 1-0 على الكرخ، كهرباء بنفس النتيجه 1-0 على نفط الجنوب. موقف الفرق او فرق المجموعه الاولى، الزوراء ما زال متصدر ب 36 نقطه، نفط الوسط 35، والطلبة ب 30 نقطة، والنفط أو ب 29 طبعا نقطة، دهوك الهابط إلى دوري الدرجة الأولى بعقوبة اتحادية ما زال ب 7 نقاط، السماوي الكرخ يمكن 12 نقطة. نعم طيب كابتن، المجموعة الأولى انتهت، وقبل لا ندخل على المجموعة الثانية نروح لاستطلاع ايضا لدوري الكره الممتاز نشوفه، ونبدي وياك بالمجموعه الثانيه ان شاء الله. ملامح الفرق الاربعه بالمجموعه الاولى بان، والفرق ايضا قويه وعندها مستوى كبير، اما ملامح
ملامح الفرق الأربعة اللي بالمجموعة الثانية باعتقادي القوة الجوية أولا والميناء ثانيا، حتى لو راد يفوز ما راح يوصل للنقاط، مع العلم أنه إحنا لدينا مباراة وهم لديهم مباراة. بس الثالث والرابع هناك نزاع كبير بين هاي الفرق اللي هي الشرطة وزاخو ويمكن ثالث بغداد على ما أعتقد بغداد. هذول الفرق راح يكون منهم الفريق الثالث والرابع. راح نشاهد يمكن جولة الأخيرة مباراة على مستوى عالي يقدم به الفريق كل ما عدنا، تعرف نهاية دور المجاميع، فنتمنى أن تكون هناك مباراة جيدة جميلة من خلال المستوى الفني والتكتيكي، ونترجى أن تكون خالية من مشاكل. نشاهد يمكن دورين أنه مشاكل الجماهير، مشاكل المدربين مع الحكام، الحكم قد يكون يخطئ في قرار معين، لكنه قد أول وأخير هو إنسان. فنتمنى أنه من نخرج عن الإطار الرياضي العام للدوري. بالتأكيد التنافس إذا كان يعني بصورة اللي ظهرت خصوصا المجموعة الثانية، أعتقد هذا دليل على أنه الدوري به شيء كبير من التطور والتميز، وهذه أكيد راح يعني تكون عامل جيد في إبراز الكثير من الطاقات، وبالنتيجة تصب في مصلحة الكرة العراقية. لكن أعتقد الشرطة الآن يعني وضعوا قدم كبيرة في التأهل، ووجود فريق مثل الشرطة بالنهائيات أكيد هو يصب في مصلحة وقوة الدوري. أهلا بكم من جديد. طبعا حول الأزمة المالية لنادي كربلاء انضم معي عبر الهاتف مدرب الفريق الكابتن حيدر يحيى. أهلا بك كابتن حيدر. السلام عليكم. أهلا بك كابتن. حياكم على أشرف جدا. أنا أعتبر من خارج البيت يعني، بس يعني حبينا يعني نحكي عن الظروف اللي يعاني من هذا الفريق، خاصة هاي الكلمات اللي سمعتها من عندك وقوة هاي المجموعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، يعني استطاعنا ان نفوز بهذه المرحله من الدوري باحسن صوره بالنسبه للامكانيات اللي كانوا عندنا. يعني احنا انا اقول لك شغله، احنا سوينا فريق بمبالغ عصاير وشراب توفير في الفرق، اعتذر على هذا التعبير. احنا سوينا فريق 150 مليون، استطاعنا نفوز على فريق القوى الجويه وعلى الميناء وعلى زاكو وعلى الحديد، كل هاي النتائج بالطريقة اللي حصلت، وجدت التكاتف اللاعبين والله في الحالي جت عليهم اللاعبين والحرص من الإدارة والكل. صارت المجموعة من المجموعة الثانية من المجموعة نارية، يعني من أفضل الفرق اللي موجودة بالعراق. نعم. يعني القوة الجوية والميناء وزاكو وكل الفرق اللي موجودة، والدليل على ذلك أنه لحد الآن يعني لحد الآن ما نحسب أنه من يفعل المباراة. طيب. كابتن حيدر يعني ولو صوت رديء، لكن يعني ماذا عن الأزمة المالية للنادي؟ والله من حتى الآن يعني احنا قبل 5 شهور قارب مجلس محافظة مبلغ 250 مليون، بحق هذا اللحظة احنا ما نستمر ولا دينار واحد. تعرف اليوم الأندية هي كلها تابعة للمؤسسات، وعديد الشخص اجواء رئيس النادي او مدرب الفريق انه يكون فريق، هذا الفريق هو مؤسسه، النادي مؤسسه. احنا بالتالي هاي 250 مليون دينار واحد ما ارسلنا من عندنا، صار علينا واجب انه احنا لازم نلعب بالدوري 100% ثم بالدوري 100%. الاسماء الموجوده الانديه بالدوري والتوابع والمؤسسات كل هذا صار يترتب علينا انه يظهر الصوره طيبه في هاي الازمه. لم يكن هناك داعم سوى الحرس بالكادر وبالإدارة لحد اللاعبين، هذا اللي مشينا به بالدوري. الأزمة المالية موجودة لحد الآن، احنا بداية الدوري قلنا مشاكل عندنا بالتخفيفات المالية، عندنا حاشيين وعندنا شهداء ما قدرنا نحكيها صراحة، من مثلا من حاشيين كابتن حيدر. كابتن حيدر. وخاصة
ان شاء الله تنتهي الازمه الماليه وهاي 250 مليون ما عرفنا منك انه تكفيكم وتكفي الفريق لولا بالموسم الكروي. تحياتي لك، الصوت كان رديء، يعني اشكرك واشكر انضمامك الينا كابتن حيدر يحيى مدرب فريق كربلاء. كابتن اكيد احنا صراحه يعني 250 مليون احنا فريق كربلاء الان يعني هي محافظه مقدسه فيها ملعب اولمبي راح يفتتح وفريق ما زال في الدوري الممتاز و ما اعرف 250 مليون يعني طبعا هو تكلم يعني اول شيء احنا نحيي الكابتن حيدر يحيى على الاداء والمستوى والنتائج اللي حققها لفريق كربلاء، وطبعا انا اعتبرهم ابطال بصراحه اللي بهالمبلغ البسيط جدا استطاعوا هؤلاء اللاعبين ان يظهرون بهذا المستوى المشرف وان يصبروا على ما ابتلوا به يعني. لذلك انا اعتقد بانه هم فعلا ابطال، وبقيت لديهم مباراة واحدة أمام نادي الحدود وراح تكون ربما يوم الخميس القادم، ملعب أعتقد راح يكون فيل اصطناعي يعني يفتتح لأول مرة. لذلك أنا أعتقد بأنه فعلا المعاناة كانت كبيرة، لكن إحنا نتكلم من الناحية الفنية قدموا مستوى جيد جدا خلال هذه المرحلة يعني حتى أمام المباراة اللي كانت بصراحة أمام الشرطة قدموا أداء جيد وملفت للنظر، وهنالك أوقات كان فيها فريق كربلاء يظهر بصورة أفضل بصراحة حتى من نادي الشرطة. لذلك حيدر يحيى بصمته كانت ممتازة، وأنا أعتقد قربه من اللاعبين ومحبة اللاعبين إليه استطاع بأن يذل الكثير من العقبات. نتمنى للفريق كل الموفقية، ونتمنى مجلس محافظة كربلاء بأنه فعلا يوفي بوعوده مع النادي وأن يقدم المساعدة يعني. حتى أتمنيت أنا تكون يعني كربلاء ما شاء الله بيها الكثير من الموارد كثيرة يعني، على الأقل يمكن نسبة بسيطة من يعني السياحة الدينية اللي موجودة ممكن يعني تفر شيء كثير للنادي. إحنا يعني بعد هم طريقتهم شلون يستثمرون الأموال وشلون يوفروها بعد، هي هم بعد محافظتهم، وأتمنى بأنه فعلا المسؤولين يكونون على قدر كبير من المسؤولية باتجاه النادي. حلو كابتن، نبدأ بالمجموعة الثانية طبعا فريق الشرطة 1-0 على كربلاء اللي انت تتحدث عنه. طبعا اكيد يعني الشرطة مباراتهم مع كربلاء، فريق كربلاء مثل ما قلنا قدم مستوى جيد في كلا الشوطين، ما استطاع بصراحة يسجل اهداف. يا طبعا هنالك ظروف، طبعا فريق الشرطة طبعا اكيد فريق قوي وفريق هنالك ضغوط كبيرة عليه لازم يحقق نتائج ايجابية. ما زال فريق الشرطة يعاني بصراحة من ناحية الأداء، لكن النتائج هو جاي يحققها. ربما تكلم الكابتن قحطان كثير بأنه الضغط الكبير، مطالبة جماهير بأن يجب أن يكون ضمن المربع الذهبي، لكن نتكلم احنا عن نوعية لاعبين. هذه المباراة يمكن لعب الفريق بتشكيلة 4-4-2 مغايرة عن التشكيلة السابقة، حاول جاهدا بأن يقدم مستوى جيد. اعتقد لاعبين يعني كانوا علي صلاح وحسين كريم الى الامام كانوا يلعبون، اللي 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 يعني طرد لاعب ايضا من نادي الشرطه، استبدل امير صباح نزل مكانه مدافع مهند رزيج. لذلك حاول فريق يحافظ على النتيجه بعد تسجيل الهدف الجميل لاحمد صالح من تسديده جميله من مسافه بعيده. هنالك ربما بعض التغييرات يعني بالنسبه للفريق، يعني احنا نتكلم عن لاعبي الوسط، لاعبين كلهم مميزين ولاعبين يعني احمد ايادي عم لاعب يعني جاي يلعب بالنص. انا اعتقد هنالك بعض اللاعبين يعني ما جاي يلعبون بمراكز وما جاي يستفاد منهم بالصوره اللي ممكن بصراحه الفريق يظهر به. يعني مهدي كامل ما زال يستطيع تقديم المزيد من الظهور بصوره افضل. نعم. هنالك عمليه ترابط وتوصيل الكره ما جاءت تكون بصوره طيب. يعني حتى الى الامام بصراحه هنالك خلل يعني الفريق ما زال ما يعرف يعتمد الكره الطويله او القصيره في الانتقال. وليد سالم يعني لاعب مؤثر طرد في هذه المباراة أثر على بصراحة على أداء الفريق بصورة عامة، لكن ما زال الفريق أنا أعتقد بعد ما يوصل الفريق للمربع الذهبي أنا أعتقد راح يكون هنالك استقرار من الناحية النفسية، والمدرب راح يستطيع بأنه ربما يهيئ الفريق بصورة أفضل ويشكل ربما حافز للمنافسة الحقيقية، لكن ما زال هو بالترتيب. طبعا كابتن يعني هو الآن يعني تتعرف المجموعة الثانية مشتعلة بنار يعني نسميها مجموعة الموت يعني عن مباراة الشرطة مع الحدود، المباراة المقبلة اللي محتاج الشرطة بها الفوز حتى يتأهل ونشوف استعداد الفريق. طبعا ينضم معي عبر الهاتف من بغداد الكابتن قحطان كثير مدرب نادي الشرطة. أهلا بك كابتن قحطان.
اهلا وسهلا بك استاذ وضيفك الكابتن بسامره. اهلا بك كابتن. كابتن يعني حدثنا عن جاهزيه الفريق، حظوظ الفريق، هل هناك حرمان، اصابات، تعرف انت مباراه وحدود مباراه مهمه جدا، تحتاجون ثلاث نقاط حتى على الاقل تضمنون التاهل، طبعا بعيدا عن مباراه امانه بغداد وازاخو. يعني احنا يعني مثل ما يعلم الجميع انه الفريق مر بازمه قبل الاستلام المهمه، وكانت استلام الفريق يعني اعتبروه مجازفه بسبب وضع الفريق، والمرحله الثانيه تكون صعبه، والفريق ما جامع كان بالمرحله الاولى نقاط. الفريق حاليا يعني بالمرحله الثانيه نعتبر احنا متصدرين المجموعه، يعني كفريق اول احنا جمعنا 16 نقطه. الظروف اللي مرت على يعني الفريق صعبه، قدرنا نعمل تغييرات بالفريق. طيب. لعبنا اكثر من بدايه المرحله الثانيه ولحد المباراه يوم امس مع فريق كربلاء اكثر من 6-7 مبارات ب 20 يوم او يعني اقل، هذا كله يولي الضغط على اللاعبين. 3 مباريات منهم خارج بغداد، محافظات يعني اربيل، النجف، الميناء. يعني الحمد لله قدرنا نوصل الفريق الى الوضع الطبيعي بفوزنا بالمرحله الثانيه من طيب. 5 مباريات او 6. يعني كابتن قحطان، اتمنى تتحدث لي عن مباراه الحدود القادمه، هل هناك اصابات في الفريق، حرمان لاعبين، جاهزيه الفريق؟ يعني اول شيء احنا عندنا حرمان بس وليد سالم. نعم. اثنين دائما بسبب الفريق والمباراه الصعبه سوينا يعني تدوير باللاعبين، يعني دائما احنا نغير باللاعبين، لان ما يقدر نفس اللاعب يقدر يروح يجي يلعب بالبصره ويلعب بغير مكان ويلعب وعرف كيف كان، يصير جهد عالي. قدرنا نغير يعني دائما نشوف اكو تدوير باللاعبين، الحمد لله فريقنا دائما يتسيد المباريات، عندنا فرص تجي دائما على الهدف، نوصل حافظنا على شباكنا اكثر من مباراه، اكو توازن بالدفاع بالوسط بالهجوم، لكن كل الفرق تلعب بقوه مع الشرطه، لان يعني الشرطه فريق مرشح وفريق قوي للبطولة الدوري. الحمد لله وصلنا الى مباراة الحدود، اذا نفوز احنا بهاي المباراة راح نكون بالمربع الذهبي، رغم انه فريق الحدود فريق كبير وفريق ايضا ينافس على البقاء، لكن احنا الحمد لله الجهود اثمرت. يعني قبل شهرين الفريق كان بوضعه، اليوم بوضع افضل، اذا تأهل الفريق بعد يكون الفريق باحسن حال، وانسجام اللاعبين وقربنا على اللاعبين يكون افضل واحسن على المرحلة. طبعا كل التوفيق لك ولفريق الشرطة وباقي الفرق أيضا. الكابتن قحطان شثير مدرب نادي الشرطة، شكرا لانضمامك إلينا. كابتن يعني الفريق جاهز لمباراة الحدود طبعا، أكيد. وفريق يعني الحدود بالمقابل هناك صراع على البقاء في الدوري الممتاز، ربما سنشاهد مباراة قوية. يعني الحدود بصراحة رغم الفوارق طبعا يعني الفنية بين فريقين، فوارق كثيرة، لكن احنا نتكلم الحدود أيضا الفترة يعني خسر هاي المباراة بهدفين لهدف أمام القوة الجوية. نعم قدم مستوى فريق الحدود لكن خسر المباراة، لذلك أنا أعتقد اللعب أمام الفرق الكبيرة أكيد يعني هاي راح يعني أول شيء يحفز اللاعبين يقدموا مستوى جيد، ثاني شيء هم مطالبين بتحقيق نتيجة يعني إيجابية تأهلهم من البقاء، لأن هنالك الصناعة جاي طارد الحدود. يعني في حالة فوز الصناعة أمام كربلاء هنا يجب يعني يتعثر، يجب ان يتعثر الحدود يعني امام نادي نعم. الشرطه، لذلك هنالك ملاحقه في القمه وهنالك ملاحقه ايضا للفرق اللي يجب عليها ان تبقى هذه المباراه. طيب. انا اعتقد بانه الطموح مشروع بكلا الفريقين، يعني بالفوز الشرطه مطالب ايضا بالبقاء لتحقيق نتيجه ايجابيه، والفريقين هم بصراحة من بغداد، الحدود من بغداد والشرطة من بغداد، لكن مع تعنصر شوي الفرق البغدادية يعني مو تعنصر البغداد، لكن احنا نتكلم بانه مستوى حظوظ نادي الشرطة كفريق يعني يجي للمنافسة للمربع الذهبي، انا اعتقد بانه الشرطة ما زال يملك الكثير ما قدمه، ولاعبيه ايضا يملكون الكثير، وايضا الجهاز الفني يملك الكثير اللي قدمه، لكن يمكن الضغوط الكبيرة يعني بالرغم بأنه حتى لو الفريق الشرطة ما وصل للمربع، أنا أعتقد بأنه هو حقق شيء خلال هذه المرحلة بنتائج كانت يعني أغلبها فوز، لذلك أنا أعتقد الفرصة مؤاتية لفريق الشرطة بأنه حقق فوز على الحدود، وأيضا الحدود يستطيع أن يوقف زحف الشرطة إذا ما قدم مستوى جيد ولعب
بتوازن احنا نقول، ولعب يعني هنالك الضغط عليه، اذا خفف الضغط اعتقد ربما يستفاد من بعض العناصر القوه اللي يملكها فريق الحدود. احنا ما نريد نقول شنو عناصر القوه لانه راح يقول لك انت اكيد تحيز الى فريق أكيد. على حساب فريق اخر. لذلك انا اعتقد الشرطه قادم بقوه، وايضا الحدود يجب عليه ان يقاتل في سبيل الفوز في هذه المباراه، ما عنده خيار اخر. طيب نروح لمباراه الصناعة والميناء اللي حسمها الميناء بثلاث نقاط، ايضا وضعته في مركز الثاني في المجموعه طبعا. الميناء طبعا اكيد انعطافه فريق الميناء من ناحيه المستوى، هو كان يقدم مستويات جيده بصراحه يعني من الناحيه الفنيه فريق الميناء، لكن كان نقص الفوز. الفوز تحقق بعد ما فاز على فريق الشرطه في البصرة. الفريق حاليا يعني حتى هاي المباراة قدم مستوى جيد جدا، عنده يعني نقاط قوة كثيرة في الفريق، يعني عناصر ممتازة، استطاع بأنه يعزز هاي المباراة فوز ثمين جدا بهدفين لهدف. الهدف الثاني كان لعلي حسني، البعض يشك في يعني ربما يكون أوفسايد هذا الهدف، هاي مو نقطة بصراحة أنا جدلية. الفريق فاز وحاليا يملك فريق الميناء 29 نقطة وب 17 بقتلة مباراة أخيرة فريق الميناء. إذا ما حقق الفوز أكيد يعني هو تأهل بكل الظروف، هو تأهل فريق الميناء، لكن المنافسة حصلت على المراكز الأخرى بين زاخو وأمانة بغداد والشرطة. أنا أعتقد بأنه الحظوظ الفرق كلها متساوية، يعني مع الفارق بأنه مع من راح يلعبون. زاخو راح يقابل أمانة بغداد، والشرطة ينتظر تعثر كلا الفريقين. في حالة تعادل الفريقين وفوز الشرطة راح يكون في المربع مع فريق زاخو. لذلك على فريق أمانة بغداد ما عنده خيار آخر سوى الفوز في هذه المباراة في سبيل الوصول الى المربع الذهبي. نروح لمباراه زاخو واربيل، مباراه فاز فيها فريق زاخو، ثلاث نقاط ايضا مهمه لفريق زاخو، وضعته في منافسه مع باقي الفرق يعني للتاهل. طبعا نعم. في ملعب زاخو دائما المباريات شويه تكون حساسه، خاصه اذا كانت مع الفرق الكردستانيه هناك، يعني اربيل او كان دهوك، يعني احنا لما تكلمنا جمهور، وتعرف انت فريق زاخو يعني هاي قاعده جماهيريه كبيره، يمكن اجمل مباراه من ضمن المباريات الجميله في الدوري كانت هاي المباراه، كانت نديه وحماسه واثاره ومفردات او جمل تكتيكيه جميله، نديه بين مدربين خبره وكبيرين في عطائهم وادائهم، الفريقين ظهروا بصوره مشرفه يعني في كل المباريات. نعم. كان بصراحه الفريقين يستحقون يكونون في المربع الذهبي، حتى فريق أمانة بغداد يستحق يكون في المربع الذهبي، لكن هي المنافسة يعني تكون. أنا أعتقد بأنه إشراك محمد جفال في الأوقات الأخيرة، يعني أعتقد العائد هو لاعب مصاب، أيضا اللاعب باسل مصطفى اشترك في هذه المباراة، كانوا إضافة جيدة للفريق، لكن ظهور القوي والمشرف الفريق زاخو يعني من المباريات السابقة يعني بصراحة يعني أمام النجف فريق زاخو بدت شخصيته تقوى من مباراة لمباراة. هذا الدربي اللي كان بين الفريقين كان بأعلى المستويات، يعني تشوف أنه كأنه فريق عنده طموح يريد يتأهل. لا فريق اللاعبين يعني قبل يكون كإدارة ومدربين. نعم. الفريق زاخو عندهم ثقة اللاعبين بنفسهم، لاعبين خبرة ولاعبين مهاريين وعناصر قوة يعني من كل الأطراف، كل لاعبين. أنا أعتقد يعني الفريق راح يعني راح يوصل أبعد ما أنا الباقين يتصوروا، يعني عندهم قاعدة جماهيرية يعني أنا أعتقد بأنه الفريق من مباراة لمباراة جاي يعني صاعد، يعني عنده عبد السلام فيتوري من أفضل المهاجمين وجاي يسجل أهداف، يعني ركلة جزاء اللي سجلت وقبلها سجل، اللاعب يستطيع بأنه من أنصاف الفرص يسجل أهداف، لاعب يستغل المساحات، لاعب يستطيع يملك يعني بادي كومبوزيشن، القوة البدنية العالية. عندك أيضا اللاعب حسين عبد الواحد اللي سبب في ركلة الجزاء، بالرغم بانه انا باعتقادي الشخصي يعني مع جل احترامي يعني انا لفريق زاخو كان هنالك جزء من التمثيل لحسين عبد الواحد، وهذا شيء طبيعي، اللاعب يريد يحقق في الشيء لفريقه، مقر اللاعب ومهارته طبعا يعني. بس لكن عيب يعني كابتن ضربه الجزاء مو صحيحه؟ انا باعتقادي الشخصي مو صحيحه،
كان هنالك يعني اذا امس في يعني لو تعرض صحة لو تعرض صحتها 100% لو تعرض الحالة أنا طبعا راح أشوفك الحالة يعني لأنه أتمنى يعني الحدث اللي صار وراء أنا أتمنى على مد نقدر بلارتوش ونخليك نعلق يعني عليها وتطلع أنا أتمنى بأنه تظهر الحالة عم نتكلم لكن أكيد. إحنا نتكلم بأنه هنالك أخطاء تحصل في وسط الملعب يعني أكثر المباريات الحكام ما جاي يعطوها بصورة يعني مرات يعني ما تكون يعني ما تكون يعني ربما مو سهلة يعني أو ربما لكن الحكام دائما يتجاهلون هاي الحالات أنا أعتقد أتمنى بأنه يأخذوها بنظر الاعتبار لكن ركلة جزاء أنا باعتقادي الشخصي مع جل احترامي لقرار الحكم وهو يمكن الأقرب والأفضل بهاي الناحية لكن عندما شاهدت الحالة شاهدت هنالك حالة من التمثيل طيب. من قبل حسين عبد الله راح أخليك تتحدث عليها أكثر قبل لا أروح للنجف وأمانة بغداد والحدود والقوة الجوية خلينا نشوف الكابتن حسام السيد مدرب فريق الميناء طبعا يعني تحدث عن السوري عمر خريبين المحترف في نادي الميناء وقيمة هذا اللاعب في حديث خاص للمبعث اليوم عمر خريبين لاعب أول ما تعاقدنا معه كان مشترط علينا أنه في حال إجا عقد بين المرحلتين أنه يمشي الحقيقة إجا عقد وعقد يعتبر جيد بالنسبة لأله وهو عم يدور على الاستقرار لأله ولأهله نحن بالبداية بصراحة كنا رافضين فكرة أنه ينتقل لأنه أنت اليوم لما يكون عندك متواجد لاعب هداف بقيمة عمر خريبين مو كل يوم ممكن تلاقي لاعب بهالقيمة هاي لا هو توفق مع نادي الميناء ونادي الميناء كان بوابة لأنه يقدر يحصل عقود إن كان بالزفرة أو بغير الزفرة الإماراتي طبعا لما اجى العقد حاولنا نسنيه بالبدايه لكن شفنا اصراره دائما نحن بنقول انه صحيح هو خساره كثير كبيره للفريق لكن نادي الميناء بيبقى نادي كبير صحيح تاثر بعض الشيء لكن بالنهايه ثقتنا كثير كبيره والله تاثر بكل النواحي لانه بتعرف انت لما تفقد لاعب هداف دوري هو الى الان ما زال هداف الدوري يعني لما تفقد لاعب بقيمه عمر خريبين ممكن كانت هالفرص اللي عم سنحتنا خلال المباريات يقدر يساعدنا لكن بالنهايه نحن ثقتنا باللاعبين ثقه كثير كبيره اللاعبين الموجودين ونحن عم ننتظر عوده جيلسون اللي نحن بتعرف اللاعب البرازيلي موقعين معه من فتره طويله عم ننتظر موضوع الاجراءات الاداريه لحتى يقدر يلتحق معنا بالفريق وان شاء الله دائما بقول انا نادي الميناء بمن حضر اهلا بكم من جديد كابتن بسام كنا نتمنى نتحدث عن قيمه عمر خريبين لكن يمكن الوقت داهمنا يعني ما زال فريق الميناء بوجود لاعبين كبار ايضا بقيمه علي حسني رغم غياب عمر خريبين لا وما زال عمار عبد الحسين وجواد كاظم كلهم لاعبين مهارين ومميزين بصراحه لكن وقيمه حسام السيد مع الفريق ايضا قيمه نعم. المميزه لحسام السيد اللي والجمهور شاهدنا يعني وثقه الجمهور صورة جمهور الميناء والاداره بهذا المدرب عاد الفريق الى وضعه الطبيعي ونتمنى له كل موفقيه مرات كل التوفيق ان شاء الله النجف وامانه بغداد ايضا امانه بغداد يعني كسب ثلاث نقاط مهمه طبعا خلف الى الان هو يعني يمكن اكو فتره يمكن الفريق بدت حاله يعني نتائج مالته تدهورت يعني نوعا ما نعم. لكن بعدها عاد وضعه الطبيعي والفريق قدم مباريات جيده واداء جيد مع احمد خلاف وبالتالي هاي بصراحه انا اعتبرها اداره الفريق يعني اداره النادي استطاعت تتعامل بصوره ممتازه مع المدرب وانعكست هاي بالتالي على النتائج ظهر الفريق بصورة مشرفة أمام نادي الصناعة ومباراة الأخيرة أيضا أمام نادي النجف ومن مباراة لمباراة لذلك أنا أعتقد مستوى الطموح وتعامل المدرب مع كل مباراة بحد ذاتها كمباراة فاصلة بدأ يظهر الفريق بصورة جيدة احنا نتكلم عن لاعبين تطور من ناحية الأدائية المهاجم المميز أدامه اللي من مباراة لمباراة يظهر خيارات مروان عباس اللي شركه بالأوقات المميزة الستار ايضا الكابتن الفريق اللي جاي يظهر بصوره جيده حظوظه قويه امام زاحم انا اعتقد فريق ساخ وفريق صعب يعني هي مباراه مدرب ايضا انا اعتقد مباراه مدربين هاي اكثر يعني مباراه تكتيكيه من يقرا الثاني نقاط القوه ونقاط الضعف ويستطيع بانه يوظف جهد اللاعبين بالاوقات المناسبه
من ناحية نقول احنا استغلال المساحات، من ناحية الضغط على الفريق المنافس، بعض الأوقات يضعف. يعني هاي رادلة دراسة تحليلية لمن الغلبة. من الصعب انه تقول، انا اعتقد يعني قلت لك قبل قليل يعني بانه الفريقين يستحقون يكونون في المربع محتاج يمكن حكم من طراز يعني دولي. احنا محتاجين حكم دولي لانه مباراة حاسمة، استفزاز من قبل اللاعبين، مباراة حاسمة. انا اعتقد المباراة راح تكون من أعلى المستويات التكتيكية. أنا أعتقد خبرة لاعبي زاخو أكبر من خبرة لاعبي بغداد، نقدر نقول الشبابية أمام الخبرة. لكن بالتالي طريقة توظيف اللاعبين ومثابرة اللاعبين واستثمار الفرص في هكذا مباراة لها دور كبير. وأنا أعتقد المدربين اثنينهم جيد، أنا أعتقد المباراة حتكون حماسية بشكل كبير. كابتن دقيقة واحدة بس، الحدود والقوة الجوية. الحدود قدم مباراة ممتازة يعني وسجل هدف، ولكن بعد تسجيل حمادي الهدف الثاني أكيد المباراة تقريبا حسمت. خبرة لاعبي الجوية، نجوم الجوية، لاعبين فوارق كبيرة يعني. إذا ما ردنا يعني إذا ما ردنا نتكلم إحنا على سبيل المثال خضر علي من لاعبين مميزين اللي استطاع لوقت يعني لاعب شاب وقف همام، وهذا شيء بصراحة يحسب للمدرب يعني. أيضا عندك ظهير يسار أحمد، يعني عندك كثير بصراحة من اللاعبين اللي أنا مسجلهم يعني. حسين عبد الرضا أيضا لاعب أيضا مميز كطرف، أحمد عبد الرضا، كرار لاعب أشرك كرار أيضا الشوط الثاني كان لاعبين مميزين. لكن عودة أكوتي وأميدو في وسط الملعب بصراحة أضافت الشيء الكبير لنادي القوة الجوية. القوة الجوية فريق مرتاح نفسيا ولعب كل نجومه كامل نجومه واستطاع يفوز المباراة. وبالتالي يعني الحدود بقي بصراحة يعاني بالرغم من تقديمه مستوى جيد. نعم كابتن، راح نكمل إن شاء الله. وصلنا إلى فقرة إلى من يهمه الأمر. جاينا دوري نخبة، دوري منقول مباشر على القنوات العراقية. نتمنى من جماهيرنا يسوون الشغلات الحلوة اللي يسوونها بعض، مثل أبسط مثال جمهور الميناء اللي سوى شغلات حلوة. يعني يجي الضيف يكرمه، نتمنى من كل الجماهير العراقية بين يكرمون كل فريق يجيهم على مود يصير هو هذا واجب يعني على كل فريق. نتمنى من عندهم يسوون. جاينا دوري نخبة، دوري اللي هو المنقول علينا حظر، نتمنى الحظر يشيل على الكرة العراقية، ونتمنى الخير إن شاء الله للكرة العراقية. والآن وصلنا طبعا للكارت الأحمر. كارت أحمر حقيقة وجه اللاعبين الدولي العراقي لكثرة السقوط. يعني من المعيب أنه لاعب يدعي السقوط يعني ما في اخر وقت. اكو بعض اللاعبين يعني او بعض الفرق بالمباراه الواحده يمكن يوقع اكثر من 10 مرات. من المعيب انه اللاعب يسقط ويخرج خارج الملعب يرجع ما بيشي يكمل المباراه. اللي يخرج خارج الملعب المفروض يطلع يعني ما يكمل المباراه. طبعا وصلنا للكارت الاصفر. الكارت الأصفر هو لوزارة النقل، المكان الراعي اللي هو لنادي الزوراء. احنا مثل ما نعرف الوزارة تكيل بمكيالين، ميزانية نادي الميناء كاملة تقريبا 5 مليار، ونادي الزوراء لحد الآن مليار مواصل. وتعرف انت اكو عقود لاعبين ورواتب وايضا مكافآت لحد الآن يعني ما مستوفات، وعليه يجب على الوزارة بأنه يعني تعطي حقوق اللاعبين والمدربين. وأيضا احنا مثل ما نعرف هي الحلقة الناجحة بالنسبة للفريق. طبعا وصلنا للكارت الأبيض. كارت الأبيض وجه النادي الزوراء، يعني الفريق كرة القدم. الحمد لله شكر نتائج إيجابية من بداية الدوري لهاي لحد هاي المرحلة الأخيرة.
رغم الظروف رغم الأمور الصعبة اللي مر بها الفريق، لكن قدرنا نتجاوز هاي العقبات خاصة في تماريننا في لعباتنا في مبارياتنا اللي كانت خارج المحافظة وخارج بغداد، ورجعنا نفس الشيء بملعب بغداد. أيضا مباريات الكأس قدرنا بين يومين وثلاث مباراة قدرنا نحافظ على مستوانا وعلى فريقنا، وصلنا لنهائي الكأس العراق، وإن شاء الله بعد تأهلنا للنخبة، يعني احنا تقريبا اول فريق تأهلنا للنخبة، ان شاء الله عازمين على تحقيق اللقب، ان شاء الله بجهود الكادر واللاعبين والإدارة ان شاء الله نحقق نتائج إيجابية. طبعا اخر فقراتنا بالارتوش. أكثر من رائع من حسين إلى المسلاتي إلى حسين، حسين ممكن العرضية، ممكن العرضية، ركلة جزاء، ركلة جزاء لحسين، ركلة جزاء، منعرج المباراة، منعطف المباراة، منعطف المباراة، منعطف المباراة، إذا ميران، ميران وإربيل وكل لاعبي إربيل، الصافرة انطلقت، القرار احتسب. والاعتراف لا ينفع، الاعتراف لا ينفع، احترام القرارات التحكيمية وقرار شجاع، غاية في الشجاعة من حكم المباراة، من حكم المباراة. والاعتراف يجب على اللاعبين، احترام القرارات التحكيمية، احترام القرارات التحكيمية مهما كانت قاسية، والحكم هو سيد المباراة. وسلطة الحكم تبدأ منذ دخوله إلى ملعب المباراة لغاية خروجه إلى ملعب المباراة. هاي الإعادة، هاي الإعادة، برهان وحسين، برهان وحسين، برهان وحسين. ونترك التعليق على الحالة لأصحاب الشأن. وثائر أحمد يدخل المباراة ليفوض اشتباك لاعبي نادي أربيل مع حكم المباراة. اهلا بكم من جديد كابتن. المخرج يقول عندي دقيقه واحده بس، ضربه الجزاء صحيحه لو لا والتدخل ثائر احمد هل كان منطقي يعني يريد يهدي لو لا؟ هو ثائر حاول يهدي الفريق، يعني انا شاهدته اكثر مره يعني حاول يهدي الفريق، لذلك يعني مباراه حاسمه بالنسبه له. ليش استبعد؟ ليش استبعد الحكم؟ أنا ما أعرف والله شنو الكلام اللي دار يعني، بس هو أكثر من حالة حاول يهدئ لاعبي. طيب. هاي بالناحية، الناحية الأخرى بموجز يعني أقل من 20 ثانية حسين عبد الواحد الكرة أخذها إلى الجانب، وفي اللاعب المدافع حاول بأنه يحتك بشكل يعني مد رجله يعني أمام حسين عبد الواحد، فهاي اللحظة حاول يوقف نفسه حسين عبد الواحد، وبالتالي أي احتكاك به ربما يسقط، لذلك حالة السقوط كانت هنالك يعني تمثيلية في مثل بشكل يعني مرن جدا، بحيث ربما انعكست الصورة على الحكم زاوية الرؤية للحكم يقول ضربة الجزاء صحيحة، لكن أنا أعتقد 100% ركلة جزاء غير صحيحة، وكنت أتمنى بأن يكون يعني شاهدها من زاوية أخرى الحكم لربما كان يتخذ قرار، لكن ضغط المباراة ومكان المباراة وجمهور المباراة كان ربما لو حكم آخر ربما يعني ربما كان هني أيضا يعطيها ركلة جزاء. أشكرك جزيل الشكر كابتن بسام رؤوف، طبعا أكيد كان عندك كلام آخر لكن يمكن الوقت شكرا جزيلا لأستضافتك أستاذ مصطفى، أشكرك لكم الموفقية، وشكرا للمخرجنا المبدع ولكل الأستاذ ما أطلعك بس دقيقة خالد نتعاتب بعدين أشكرك جزيل الشكر كابتن بسام رؤوف، أشكركم شكرا على الإعداد، شكرا أشكرك ولكم حبيبتي مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير، إلى اللقاء.